عمر كمال عبد الواحد. برحب بيك عمر ومبروك، فوز مهم جدا، البدايات بتكون مهمه، وجمهور النادي الاهلي الحقيقه لما بنشوف التابلو المميز جدا في المملكه العربيه السعوديه بتخلي اللعيبه بتاكل النجيله. زي ما احنا عارفين النادي الاهلي النهارده كان على قد المسؤوليه كالعاده. حابب تقول ايه يا عمر بالنسبه لك؟ اول حاجه بقول مبروك للنادي الاهلي وجمهوره العظيم ده، ومش حاجه مش حاجه جديده على لعيبه النادي الاهلي وعلى الجمهور الجميل ده، والحمد لله بتبقى للواحد لما يبقى رايح نادي جديد ونادي كبير زي النادي الاهلي بتبقى بدايات كويسه ليه كده. ربنا يكرم ان شاء الله في اللي جاي بتبقى كلها بطولات وسنه خيره على النادي كله ان شاء الله باذن الله. الناس عندها ثقه كبيره جدا في عمر، لكن لسه الفتره اللي جايه عندنا تحديات كبيره جدا يا عمر. النادي الاهلي مختلف بشكل كبير، ايه اللي انت لمسته بمجرد دخولك النادي الاهلي؟ اوضه اللبس، الكواليس دي مهمه جدا لان دي اللي بتنجح عمر. والله انت عارف اي حد بيخش النادي الاهلي بيبقى عامل حساب ان هو داخل على مهمه كبيره جدا وصعبه جدا، ما فيش وقت خالص للراحه. زي ما انت عارف انت عندك دلوقتي بطوله، كمان 3 ايام عندك ماتش في الدوري، فبتقفل بتفرح وبتقفل وبتنزل مصر، عندك ماتش ان شاء الله في الدوري مع البنك الاهلي، وربنا يكرم ان شاء الله ونقدم من السنه دي احسن حاجه عندنا وناخد كل البطولات باذن الله. كل اللعيبه الرجاله النهارده اقول مبروك وكرم بعض ربنا طبعا، يعني الناس الجميله دي اللي جايه في اي حته ورانا، والحمد لله ربنا يكرم وان شاء الله اللي جاي احسن الناس كلها.